أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيماء البحيوي، أبلغ من العمر 17 سنة، حاصلة على النقطة الأولى جهويا بجهة الدار البيضاء سطات من الثانوية التأهيلية الرازي بمدينة سطات بما مجموعه 19.52 بشعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. صراحة إن كان السؤال عن سر عملي فأنا لا أجد في ذلك وصفة سحرية سوى الأخذ بالأسباب بكل ما فيها، يعني من توكل من اجتهاد ومثابرة متابعة الدروس بكل جدية سواء في المدرسة أو في مطالعتي مع زملائي أو حتى لوحدي. صراحة هو كل شيء يبدأ من داخلك لما تؤمن بذاتك كذات قادرة على إعطاء شيء ما. لذلك فأنا ممتنة أيضا لوالداي لأنهم هما من يغرسان فيك تلك الملكة، ملكة التحدي أولا، ملكة الإيمان بذاتي ثانيا، وملكة إعطاء أقصى ما لديك وتوقع النتائج من الله سبحانه وتعالى، وهي لن تكون إلا خيرة إن أنت آمنت به وأخذت بكل الأسباب. بفخر شديد، وقبل هذا كنت أحس بامتنان غريب لأنك تعلم أنه لما يبذل أباؤك، أنا أتحدث عن أبي وأمي كذلك، لأنه لما تحس أنهما يبذلان قصارى ما في جهدهما من أجل إسعادك، من أجل أن يوفر لك الظروف الملائمة من أجل العطاء، فلن تكون إلا يعني ممتنا لهما، ولن تكون إلا تفعل كل ما بوسعك من أجل أن تعيد لهما ولو شيئا صغيرا ولو شيئا بسيطا، لأنني يعلم أن ما أقدم لهما الآن وما سأقدمه ليس إلا جزءا من الكثير مما بذلاه. حتى عن أجواء الامتحان هي لا تخلو من توتر أكيد، أنك كانت تعلم أن مهما عمل الإنسان هو توتر سيحضره، يبقى فقط كيف تتعامل معه. بالنسبة للمواد أنا كنت أعمل على كل يعني لكل تفاصيل الدروس أولا ثم التمارين ثانيا، وكنت أتوقع كل شيء، لم أكن أضع برنامجا يعني هذا ما يجب أن يكون في الامتحان حتى أعمل وحتى أنجح، كنت أتوقع كل شيء. ولما حضرت الامتحان كانت صراحة أشياء غير معتادة، لكنها كلها حاضرة في دروسنا، يعني يبقى كافيا أن تكون فعلا تفهم الدروس، تعرف ماذا تفعل، ويعني تفهم الأمور في عمقها لتيسر لك الأمور والحمد لله. صراحة إن سألتني عن رسالتي لكل أساتذتي فأنا أشكر كل أساتذتي منذ نعومة أظافري، يعني منذ المرحلة الابتدائية، لأنك تعلم أن التلميذ هو مجموعة من التراكمات، تراكمات السنين كثيرة، وصراحة أنا ممتنة لهم بكل كلمة، بكل نظرة إيجابية، وبكل إيحاءة يعني جعلتني شيماء الحالية ومبلغته الآن. وبصفة خاصة أشكر كل أساتذتي سواء بثانوية تأهيلية الرازي الذين درسوني هذه السنة وبذلوا معنا قصارى جهدهم، وكذلك كل الأساتذة الذين ساهموا من قريب أو من بعيد من أجل بلوغ هذه النتيجة، وأنا أعتبر هذا النجاح هدية لهم. طيب بالنسبة لطموحاتي، أنا أود أن أعيش أولا حياة تستحق أن تسمى حياة هنيئة. وإن كنت تسأل عن يعني عن بصفة خاصة عن مهنة، فأنا أهوى كثيرا مجال الطب. أنا أحب أن أدرس جسم الإنسان، لا أدري لما، لكنه يستهويني هذا المجال بكل تفاصيله الدقيقة، لذلك فأنا أرى في نفسي طبيبة مستقبلا إن شاء الله. ورسالتي لكل الشباب أن تجد طموحك أولا، أن تعرف من أنت وما مكنونك، وأن تستعمل كل الوسائل من أجل أن تبذل قصارى جهدك في مسارك الدراسي أولا، لأنك تعلم أن الشباب ينقصهم نوعا ما شيئا من التحفيز للدراسة، فكن لنفسك محفزا، كن لنفسك يعني منبع طاقة إيجابية.